بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت
خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال إنك من فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ثم آتينهم من
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فدلاهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق
فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم
الذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون. أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. قل أمر ربي بالقسط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وأقيموا وجوهكم عند مسجد ودعوه مخلصين له الدين. كما بدأكم تعودون. كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين. إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة
يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا ولكل أمة أجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقص يقصون عليكم آياتي يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم فَأَنَّهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم لأخراهم
تكذبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم وكذلك نجزي الظالمين. وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورث تموها بما كنتم تعملون. و
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ونادى قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فيشفعوا لنا أو نرد
فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت حتى إذا سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات سقناه لبلد
بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكون كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي ضلالة أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قومهم إنا لنراك في سفاهة قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي سفاهة رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من رب بكم على رجل منكم لينذركم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منذركم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا إذ جعلكم خلفاء فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا
يعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان سميتموها أنتم وآباؤكم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فأنجيناه والذين معه برحمة وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية
فاسكن في أرض الله فذرهما وتأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا به مؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذ
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إنكم لتأتون الرجال شهوة أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم قريتكم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أولاد يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مريم أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم
قد جاءت بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصد دون سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ولا تقربوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا
غالبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها قال استعينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وما يكون لنا ربنا كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فكيف آسى على قوم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وما أرسلنا في قرية من نبي
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى وهم يلعبون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدِ للذين يرثون
الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ولقد جاءت بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثرهم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل
معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده فإذا هي بيضاء الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم. يريد أن يخرجكم من أرضكم. فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وجاء فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال نعم وإن لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا
سحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وما and
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وإن تصبهم سيئة
طيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون
تستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قالوا يا موسى اجعل لنا قال إنكم قوم تجهلون قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من
ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء.
وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون إلا ما كانوا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذوه وكانوا ظالمين
الظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. أعجلتم أمر ربكم. أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي المفترين.
المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء
شيعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وظللنا عليهم الغمام ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا
فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إذ يعدون في سبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فلما
السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى إن ربك لسريع العقاب. إن ربك لسريع العقاب. وإنه لغفور رحيم. وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما. وقطعناهم في الأرض أمما. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض
على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من
بعدهم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون لجهنم كثيرا من الجن والإنس
لهم قلوب لا يفقهون بها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء
أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فتعالى الله عما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها
أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا
لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون